كيف قرأ الأستاذ سامح عاشور هذا المشهد؟ أنا الحقيقة لي وجهة نظر قد تختلف قليلا عن الرؤى اللي موجودة، لكنها أكثر وضوحا، أن هذه الانتخابات بطعم الحشد الوطني لصالح الأمن القومي المصري، مش بطابع انتخابي تصويتي. قد تكون المعركة الانتخابية بحسابات الانتخابات محسومة، لكن الذي يحتاج إلى حسم هو الموقف المصري الثابت الشعبي المؤيد للقيادة السياسية في مواجهة إسرائيل.